إذن قرار فارق من التكتل النفطي، وصفه وزير الطاقة السعودي بالقرار غير المسبوق حمل. نعم ريما، فتحالف أوبك بلاس الذي يضم 23 دولة من أكبر مصدرين النفط في العالم يعلن عن مستوى جديد لإنتاج النفط بهدف الحفاظ على استقرار السوق وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته بحسب بيان للتحالف. ويبلغ مستوى إنتاج النفط الجديد 40 مليون و460 ألف مليون برميل يوميا بداية من العام المقبل وحتى نهايته. في العموم يبلغ إنتاج تحالف أوبك بلس الذي تقوده السعودية وروسيا نحو 40% من الإنتاج العالمي للنفط، تؤثر قراراته مباشرة على أسعار الخام العالمية. أبرز تلك القرارات كانت في العام 2020 عقب انتشار جائحة كورونا بتخفيض الإنتاج للدول الأعضاء بمقدار 9 ملايين و700 ألف برميل يوميا بدءا من مايو واستمر شهرين متواصلين. تبعه طبعا اتفاق آخر على تقليص خفض الإنتاج إلى 7 ملايين و700 ألف برميل من شهر أغسطس حتى نهاية العام نفسه، وساعد هذا القرار على الحفاظ على أسعار النفط من الانهيار، كما خفف من حدة ركود الاقتصاد العالمي. في أكتوبر من العام 2022 وافق أوبك بلس على تقليص مقدار خفض الإنتاج إلى 2 مليوني برميل يوميا في الفترة من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية العام 2023. في خطوة مفاجئة أعلنت السعودية ومنتجون آخرون في التحالف خلال شهر أبريل الماضي خفض إنتاج النفط الطواعية بإجمالي 1,660,060 برميل يوميا، وذلك اعتبارا من مايو المنصرم حتى نهاية هذا العام. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور ممدوح سلامة، خبير اقتصادات النفط والطاقة من لندن عبر خدمة سكايب. دكتور ممدوح أهلا بك، ما هي دواعي اللجوء إلى هذا التخفيض مجددا، وهل كان بالإمكان تجنب هذا الخيار؟ أنا أعتقد أن التخفيض لم يكن السوق بحاجة له، لأن الانخفاض الأسعار خلال الشهرين الماضيين لم يكن مرده إلى نقص الطلب العالمي أو ضعف أساسيات سوق النفط العالمي، بالعكس الطلب العالمي قوي والأساسيات النفطية قوية، والدليل على ذلك أن طلب الصين من النفط قد بلغ 13 مليون برميل في اليوم الاستيراد، وكما أن صادرات روسيا من النفط ومشتقات النفط قد كسرت الأرقام القياسية السابقة 3 مرات في هذا العام، حيث صدرت ما يزيد عن 8.4 مليون برميل. هذا يعني أن الاقتصاد والطلب العالمي قوي. ما أثر على الأسعار ليس أساسيات سوق النفط، بل التخوف المستديم من أزمة بنكية عالمية أو اقتصادية أو مالية نتيجة لهشاشة طيب في هذه الحالة النظام ماذا كان البنكي الخيار الأمريكي؟ المناسب ربما لأوبك بلس؟ هل تعيد ما قلت؟ يعني ماذا كان ينبغي أن تفعل أوبك بلس في هذه الحالة إذا استثنينا موضوع نقص الطلب على النفط؟ كان يجب أن تقرر تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي وصلت إليه قبل 3 أشهر. أنا أعتقد في الظروف الحالية أي خفض جديد في سوق النفط العالمي سيكون مضيعة للوقت، كما قلت، لأن السبب ليس ضعف الطلب بل هشاشة النظام المصرفي الأمريكي. طيب هذا القرار في حال تم اتخاذه وتطبيقه، ما أثره على أسواق النفط، لا سيما أن بعض الدول تتخوف وتستخدم احتياطياتها كما فعلت الولايات المتحدة العام الماضي؟
تأثيره سيكون محدود جدا، قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأسعار. ولكن أعود فأقول أن الضغط على أسعار النفط سيبقى متواجدا طالما بقيت المخاوف من أزمة بنكية عالمية. من هذه الزاوية، عندما يطمئن سوق النفط والاقتصاد العالمي أنه لن تحدث أزمة بنكية، عندها سنرى أن الأسعار ستستعيد كل ما خسرته خلال فترة قصيرة جدا، وتواصل صعودها إلى أعلى. أنا أتوقع إذا غابت هذه المخاوف عن السوق أن سعر خام برنت سيصل إلى $90 للبرميل الواحد خلال هذا العام. نعم، طيب، أسعار النفط وإنتاج النفط ليس أمرا اقتصاديا بحتا، هو أيضا له جوانب سياسية مختلفة. قرار مماثل في العام الماضي اعتبرته الولايات المتحدة تواطؤا سعوديا مع روسيا لرفع أسعار النفط، واستخدمت بعد ذلك الولايات المتحدة جزءا أو سحبت من احتياطياتها. يعني ربما ما التداعيات السياسية على سوق النفط في هذه الحالة؟ أولا، الولايات المتحدة لا تستطيع الآن أن تسحب كمية إضافية من مخزونها الاستراتيجي، لأنها سحبت ما يزيد عن 220 مليون طن، مليون برميل. هي الآن تجد صعوبة بالغة في السعر الذي تريد أن تستعيد هذه الكميات وتعيدها إلى مخزونها. إضافة إلى ذلك، هي لا تجد نفطا متواجدا في السوق حتى تشتريه بالسعر الذي تريد، فهذا تأثيره الاستراتيجي والجيوسياسي كبير جدا على الولايات المتحدة. الدكتور ممدوح سلامة، خبير اقتصادات النفط والطاقة، كنت معنا من لندن عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك.